انا صبرت عليك كتير كتير يا ابو توفيق، وهلا ما عاد فيي استحمل. تفضل امسك هدول. شو هدول؟ 1000 دينار. اعتبرهم مكافأة، اعتبرهم تعويض، اعتبرهم ايش ما بدك وتفضل. اتفضل؟ وين؟ على بيتك طبعا. انت ما الك بيت، ما الك اهل. انت كان المفروض تتقاعد من 5 سنين على الاقل، ترتاح، تشوف حياتك. انا ما شكيت لحد ولا قصرت بشغلي ابو توفيق. راعي اني لغاية الان بحاول اني ما اجرح شعورك. انت قد ابوي الوحيد اللي بيقدر يطردني من هون هو صاحب المؤسسة. قصدك المغفل صاحب المؤسسة. 10,000 دينار يتبرع فيهم بارح لمين؟ لدار رعاية الأيتام. طبعا انت مبسوط. انا شو علاقتي بالموضوع؟ مش انت اللي طلبت منه يتبرع؟ مش انت اللي داير وراه حتى يبعزق فلوسه هون وهون؟ انا ما طلبت ولا عندي علم. يا سلام، يعني المفروض حضرتك يكون عندك علم في كل اشي. ليش؟ مين تطلع حضرتك؟ أنا فراش خدام. يا حرام، لا 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 لا، أنت أكبر من هيك بكتير يا بنتي. ما تقولش يا بنتي. عن إذنك استنى عندك، أنا ما سمحت لك تمشي. من هاللحظة بتعتبر نفسك مطرود، فاهم؟